التصفيات المؤهلة لكأس العالم واتعملت القرعة. مجموعتنا كانت زامبيا ورواندا والجزائر. يا مسهل يا رب، المجموعة سهلة والناس كلها اتفائلت. مجموعة قوية متوازنة، مهما من اللي مصر عندها يعني الأولوية، لأن مصر معروفة خاصة في الفترة الأخيرة بطل مرتين تاع افريقيا، راح يمثل مثال في الصيف القاره الافريقيه في المنافسه في 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 جنوب افريقيا. الجزائر طبعا معروف عنها، ومعروف عن ماتشاتنا او مباريات مصر والجزائر، سواء في الجزائر او في مصر بيبقى شكلها ايه. الكل تفائل بالمجموعه، والكل حس ان خلاص الحلم بقى حقيقة ان احنا نكون موجودين في كاس العالم. استقبلتها برضو يعني مش عارف اقول لك بترحاب، لكن استقبلتها كوضع طبيعي، وكنت لازم تستعد لها الاستعداد اللي هو يتناسب مع الفرق اللي معاك في المجموعة. طبعا ان الجزائر ما كنتش تتمنى ان الجزائر تيجي لك يعني في الحتة دي تاني، يعني انت رواندا وزامبيا ماشي. بصراحة في الفترة دي الاتحاد الكرة ما بخلش علينا، كاب سمير زاهر ما بخلش علينا بطلباتنا. بس القدام ما تفقلوش. طب ليه؟ احنا تاريخ مشرف في الخروج من اللحظات الاخيرة في تصفيات كاس العالم، بيبقى بيننا وبينه نقطة وبنخسر وبيجيلنا النقطة. ما رحناش غير مرتين في سنة 34 وسنة 90، والفرق ما بينهم كان 56 سنة. ومن سنة 90 آخر كاس عالم شاركنا فيه وهي ملطشة معانا قوي. بس المرة دي لازم الجيل ده يلعب كاس عالم. صدمة كبيرة في مصر كلها بعد التعادل مع زامبيا هنا في مصر، وبدأنا نحس إننا فعلاً ملناش في حكاية كاس العالم دي. ما ينفعش كمنتخب مصر بالاسم ده وبطل أفريقيا مرتين على بعض يخش فينا جون بالطريقة دي. يمكن الثقة زيادة عن اللزوم اللي احنا خدناها هي كانت سبب في ان احنا نتعادل اول لقاء مع زامبيا هنا في استاد القاهرة. روح منتخب مصر ما كانتش موجودة في أثناء هذه المباراة. في حزن جامد طبعا، يعني بس أي ماتش في البطولات اللي زي دي في أرضك لازم تكسبه. أنا واحد من الناس اعتبرت إن هو التعادل ده هو ممكن ما يوصلناش. روحنا الجزائر عشان نلعب المباراة التانية في التصفيات، بغض النظر عن أسباب واقعة التسمم دي، بس لسه في أمل ولسه نقدر وربنا كريم. أنا واحد من الناس بحب الكسكسي وهم عارفين كده. لما رحنا طبعا كان طلبنا ان احنا بعد العشاء ناكل كسكسي وبتاع. اللعيبه جم اكلوا اكله ممكن تكون، وده ممكن وارد في اي مكان في العالم، الخضار في السلطات مش مغسوله كويس، مش مطبوخ كويس، اللحوم ما كانتش على درجة عالية من النظافة، مع ان الفندق اللي احنا فيه ده نزلنا فيه قبل كده كتير وعمر ما حصل حاجة، لكن صدفت ان حصل. عندي حوالي 6-7 لعيبة، 3 أو 4 من الجهاز برضو جالهم قيء واسهال، واضطريت اخدت 3 لعيبة أو 2 لعيبة وديتهم مستشفى، واخدنا محاليل وعملنا تحاليل، واخدت تقرير من المعمل بتاعهم ان فيه ميكروبات بتاعة النزلات المعوية، وقدمت تقرير إداري فيه كل الكلام ده وفي حالة كل لعيب باسمه والأعضاء الجهاز اللي كانوا جالوا من النزلات المعوية. فالكابتن سمير بالأمانة، كابتن سمير زاهر بالأمانة، وكان كابتن حازم الهواري وبتاعه كده، وقالوا احنا لازم ايه نبلغ الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي، لازم يبلغوا ان دي في حالة تسمم غذائي ويبقى لازم دي تبقى واقع. لكن بسبب العلاقات اللي بيننا وبين الجزائر وكذا وكذا، سيادة السفير محبسي ان احنا نوصلها بشكل رسمي. يعني الموضوع التسمم ده قالوا ايه؟ قالوا لا ده يمكن من اكل الطيارة، وناس تاني قال لك لا بالغدا اللي جه، والتاني يقول لك للعشاء،
والتاني يقول لك احنا رحنا اتغدينا او اخدنا سندوتشات في الحته ما قدرناش، وحرام ان انا اقول ان هي اتهم حته تكون سبب في موضوع التسمم خالص. وطبعا ناس كتيره جدا تصوروا بان الجزائر سمونا هناك وعملونا، ولكن ما حصلش الكلام ده خالص خالص. انا اعرف الحقيقه كويس جدا، حاجه اكل اكلناه في مصر وسافرنا كلنا حاجه معينه حصل التسمم. يعني حضرنا المباراه كانوا عاملين دخانه في الملعب ما تشوفش الكوره. والله انا كان قاعد جنبي الراجل المراقب بقول له ايه يا عم ده ما تشوف، انت شايف الكوره شايف اللعيبه. كروي جميل محمد زيدان يحاول ان يجد محمد شوقي. 3-1 يا سلام، نكسب بطولتين ونهزم اقوى الفرق في افريقيا، بس برضو مش مكتوب لنا كاس العالم. هتشوف بيومي هيقول ايه وهتشوف الهجمات تقول ايه. بسوفسايد بسوفسايد، سجل ابو تريكه، سجل تريكه، يسجل الهدف الاول ولكن متاخر جدا، يسجل محمد ابو تريكه الهدف. الشوط الاول احنا بنلعب زي ما بنلعب، يعني دايما عندنا روح الفانيلا ده او الروح زي ما يقولوا الروح الوطنيه اللي احنا كنا بننتمي ليها. كانت اللعيبه بتادي اداء جامد جدا جدا. انت كنت متوقع حاجه صعوبات و و و لقيتها ايه؟ العمليه سهله وانت خلاص انت راكب المباراه وانت المتسيد الامور، فالامور بدات بالنسبه لك ايه سهله. الضغط النفسي والاجواء دي اثرت عليه ما اثرتش عليك؟ حصل بقى العكس في الشوط الثاني. هتلاقي بيجي لك فتره زمنيه كده 10 دقايق في الشوط الثاني كده مفيش منتخب مصر. هي تلت ساعه في ماتشين سرحان كلفنا 4 تجوان، جون تعادل ماتش زامبيا وثلاث تجوان ماتش الجزائر. وطبعا احنا ساعتها بقى كنا بنقول يعني الكلام الخايب اللي ممكن يتقال، ودي حاجه معموله لنا ودي حاجه ما اعرفش ايه. احنا ماتش الجزائر بعد ما دخل فينا 3 تجوان و3-1 كنا ممكن نجيب الثاني والثالث. بعد ما دخلت فينا الاجوان برضو زي ما بيقولوا مسكناهم غسيل ومكوى لغايه ما ابو تريكه جاب الجون، وكنا ممكن نجيب جون ثاني ونجيب جون ثالث وكده، بس ما كانش في نصيب. يعني هو اول ما جاب الهدف الاول وبعد كده الهدف الثاني وطبيعه الجزائريين انت عارف مندفعين وحماسيين و و و هو راكب المباراه عشان ترجع انت تاني لنفس التركيز خد مننا وقت. المشكله ان احنا لما اتغلبنا 3-1 بادي 5 بونت رايحين منك، يعني 5 بونت في بدايه التصفيات رايحين منك، فهتوصل انت ازاي ان انت تعوض كل الكلام ده. وابتدى الكلام عن اقاله المعلم. ما حصلش تغيير في الجهاز، الكل كان عينه على زامبيا. الجزائر بتفوز على زامبيا في زامبيا 2-0 والمهمة بتتصعب جدا على منتخبنا. كان كل كلامي ان احنا الماتشات المتبقية ليه، انا ما كنتش ببص خالص للجزائر ولا ببص لزامبيا، انا ببص لنفسي يا ترى احنا هنحقق اللي احنا توعدنا مع اللعيبة عليه، وهو ان احنا نوصل ها ونعوض اللي بناطر اللي احنا خسرناها دي، اللي احنا اللي هم الخمسه بونت اللي احنا خسرناهم. وبعد رجوعنا من كاس القارات كان اول مباراه لينا مع رواندا في مصر وكسبنا 3-0. المكسب اتاخر وكنا محتاجين اجوان كتير، بس الحمد لله كان الكلام مع كل اللعيبه كل ما ربنا يديك عشان تقدر تجيب جون وتجيب 2 وتجيب 3 هات. عارف انت ازاي؟ ليه؟ هنرجع في الاخر الجون هيفرق معانا. روحنا نلعب رواندا في رواندا، يا ترى هنكسب؟ وطبعا صعب انك انت تكسب في افريقيا دي، مش موضوع سهل برضه، ولكن احنا كان عندنا العهد وكان عندنا الاصرار ان احنا نروح نكسب. نزلت المره دي هنا كره عاليه بتعدي على القائم التالي، المره دي يلحق احمد فتحي عراد. يا راجل يا راجل لسه فيها فرصه، فيها فرصه عاليه وشوقي عدت احمد فتحي احمد يهيا والتسديده جول، التسديده جول، التسديده جول. وكسبنا على غير المتوقع وعلى غير العادة، والأمل بيصحى من جديد. حصل الهدف اللي هو الهدف في رواندا فتح لنا الطريق ان احنا ناخد الدفعة ان احنا عندنا اللقاء اللي جاي زامبيا. بس ما ينفعش الهزار، لازم نكسب كل الماتشات، والأمل بيزيد تاني. كسبنا زامبيا. من الأهداف الغالية اللي أنا حرصت فيها
هدف في منتخب مصر في زامبيا. يمكن درجة الحركة عالية جدا، كنا في رمضان كنا تعبانين جدا، خاصة اللي احنا كنا تحت ضغط اللي احنا لازم نكسب. والجزائر بتلعب رواندا، دي اخر مباراة للجزائر قبل ما تيجي الجزائر تلعب مصر، ولازم كان الجزائر ما تكسبش رواندا اكتر من 2 أو 3-0 عشان ما تصعبش الامور على مصر في المواجهة الاخيرة. كل مصر بقى طبعا بتتفرج على ماتش الجزائر ورواندا وعمالة تدعي ان رواندا تكسب او تتعادل وكده عشان تسهل مهمتنا هنا في مصر. الغريب بقى ان كابتن حسن ما تفرجش على المباراة دي لايف. انا اعصابي ما تستحملش. وبعدين انت معاك مجموعة من الكبات المدربين المساعدين، هم ممكن يتفرجوا، ممكن يقولوا لك كذا يقولوا لك كذا. فانا اللي كنت بتفرج على المباراة وكل ربع ساعة اكلمه اقول له النتيجة، لكن مش عاوز يعني بقاعد واعصابي برضو تتعب. ده احنا كفاية اللي احنا بنشوفه يعني عشان اعصاب الواحد تتعب يعني. وكانت النتيجة ماشية كويس جدا في الشوط الاول، وكان منتخب رواندا عامل جيم كويس جدا وتقدم على منتخب الجزائر، وكانت مصر كلها فرحانة. وبعدين الشوط الثاني الامور قلبت شويه، تعادل الجزائر وجاب الهدف الثاني، والنتيجه 2-1. وفي اخر دقيقه من المباراه ضربه جزاء للجزائر. ورحت مكلم بقى كابتن حسن، يعني بعد ما كانت النتيجه 2-1 كلمته قلت له لا دي 3-1، فزعل، قال لي انا كنت حاسس ان ايه هيجيبوا الثالث. ضربه الجزاء كانت هتفرق كتير معانا لو ما كانتش اتحسمت. مش فاضل إلا ماتش الجزائر في استاد القاهرة، بيننا وبين كاس العالم ماتش واحد. بعثة منتخب الجزائر بتوصل القاهرة.